تشهد فعاليات الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من الزوار، كون هذا الحدث الثقافي يعد فرصة ثقافية لا تفوت لما يقدمه من وجبة ثقافية لكل الزوار. في التقرير التالي أخذنا الزميل وليد الأصبحي في المعرض. هنا أروقة لأهم حدث ثقافي تعيشه الشارقة هذه الأيام، نتجول فيها بين الكتب والعناوين الجديدة لنرافق هذا الزخم الذي أصبح ضرورة ثقافية وإبداعية ومعرفية لكل محب للقراءة. ولنا في القراءة حياة، اقرأ أنت في الإمارات، واقرأ تتغير وتغير، وغيرها من العبارات تستقطب بها دور النشر زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الذي يجمع القراء والكتاب في مكان واحد تحت مظلة ثقافية تشكل محطة هامة تحمل معها فوائد عديدة للمجتمع، منها تغذية العقول وتنشئة جيل المستقبل والتأكيد على رسالة إمارة الشارقة منذ بدأت هذا المشروع، وهو بناء الإنسان بشتى الجوانب الثقافية، فالكل هنا منهمك بما يستزيده من تنوع بين الكتب الثقافية والعلمية والفلسفية وغيرها. معرض الشارقة للكتاب تحول إلى دفء معرفي لجميع الشباب العربي، ونحن الشباب العربي نعتبر الشيخ سلطان القاسمي هو والد للمعرفة لنا جميعا، إن كان عصر التدوين كان في القرن الرابع للعباسيين، فعنا الشوط الثاني للتدوين هو لإمارة الشارقة الذي رأيناه في هذه السنة وسنة عن سنة متطور، هي الفعاليات المتعددة كذلك الأسعار التي في متناول الجميع. تواجد اليوم في معرض الشارقة للكتاب ليس تواجد لهذه اللحظة فقط، إنما هو امتداد لحضور لأكثر من منذ الرحلة المدرسية. فالمعرض الكتاب دائما ما كان يجذبني لاهتماماتي المختلفة في مختلف النواحي الثقافية الأدبية الفلسفية كذلك، وبحكم تخصصي القانونية. تنوع ثقافي وأدبي في الكتب المقروءة والمطروحة هو فرصة لبداية المشوار الأدبي، سواء بالكتابة أو التأليف أو حتى الالتقاء بمن يعزز الحوار الفكري بين مختلف فئات المجتمع. تواجدنا اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، معرض الكتاب الأهم في الوطن العربي، هو فرصة مهمة جدا وكبيرة لالتقاء الشعراء بعضهم ببعض والقراء بشعرائهم وكتابهم المفضلين. كنت سعيدة قبل عامين أن وقعت النسخ الأولى من ديواني الأول في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهذا العام أيضا أوقع النسخ الأولى من ديواني الثاني في معرض الشارقة. هذه إضافة كبيرة لي وبداية إن شاء الله لكل جديد ستكون في معرض الشارقة. هذا اعتبره بيتي السنوي اللي أحرص على، ممكن أحيانا أي ما أشتري كتاب، لكن مجرد أنك تواجدك هنا في المكان هذا والتقاء بالأحباب والأصدقاء يعني الجلسات النقاشية بحد ذاتها مثرية، يعني هي مدرسة. فأحرص سنويا على تواجد في معرض الكتاب مو أقل من 5 إلى 6 أيام دائما، وأخصص يوم واحد طبعا لشراء الكتب سواء لي أو حتى لأطفالي قدر المستطاع. تظاهرة سنوية لله الحمد اليوم هي الأهم في الشرق الأوسط. مشاهد ثقافية لا تتوقف لقارئ منغمس بين العناوين الجديدة، وطفل يبحر بين سطور هذا الكتاب، وكتاب يطلقون إصداراتهم المتنوعة. فهذه المعارض تلعب دورا هاما في ترسيخ عادات القراءة لدى الشباب والأطفال، ومشهد واحد في ليلة من أيام الثقافة كفيل بأن يصف لك حجم وأهمية هذا الحدث الثقافي لدى محبي وعشاق الكلمة المقروءة.